استكمالا لموضوع الفتق القربي بالمنظار، عايزين نعرف ليه الأطباء ابتدوا يقتنعوا تدريجيا بجدارة المنظار في علاج الفتق القربي عند الأطفال، رغم إن هما في الأول ما كانوش مقتنعين بالموضوع ده. الموضوع ده ناتج لثلاث أسباب. الحقيقة الثلاث أسباب دول: رقم واحد الفتق المزدوج، رقم اتنين الفتق المختنق، رقم تلاتة الفتق المرتجع. الفتق المزدوج تقدر تصلح الناحيتين في نفس العملية، أعمل عملية للناحيتين، ده مش موجود في الجراحة التقليدية. الفتق المختنق تقدر تصلح الأمعاء وتشوف درجة احتقانها قد إيه وتطلعها من الصورة من مكان الكاميرا، وتقدر تصلحها وترجعها تاني وتصلح الفتق في نفس العملية من غير ما نفتح بطن الطفل، ونصلح الفتق بالمنظار في نفس العملية. وأخيرا الفتق المرتجع. الفتق المرتجع اللي عمله جراح قبل كده، وده نادر لما يكون مع جراح ماهر متخصص في جراحة الأطفال، إنه يرجع تاني. ساعتها الدخول على نفس الجرح بالطريقة التقليدية أوحش بكتير، فبنخش بالمنظار أحسن. هو ده اللي خلى الفتق بالمنظار ياخد شهرة ويبتدي يكتسب ثقة في وسط جراحين الأطفال. دي الأسباب اللي خلت الفتق بالمنظار بقى ليه أبر هاند جدا، وبقى يقدر يناطح الفتق التقليدي جدا جدا جدا. وإحنا كجراحين أطفال ابتدينا نتفوق على نفسنا في تصغير حجم الجروح في الفتق بالمنظار. شكرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.